قررت التجسس على زوجها من تحت السرير، لكن ما حدث صدمة لا يستطيع أحد تصديقها. متابعي قناة صفي ذهنك، السلام عليكم. هذا ما جرى لسلمى التي قضت 7 سنوات مع شريكها، إلى أن شعرت أن هناك خطأ ما، فقررت حينها اختبار شريك حياتها. قامت سارة بكتابة رسالة على ورقة وقامت بوضعها في الغرفة الخاصة بهم لتشاهد ردة فعل زوجها بعد قراءة الرسالة. كتبت الزوجة: زوجي العزيز، علاقتنا لم تعد هي نفسها، فهي تتلاشى تدريجيا، فأنا قد عدت اليوم إلى وطني وكنت متعبة جدا، ولا أريدك أن تكون معي لأنك لم تعد كما كنت من قبل، فالخروج معك أصبح بلا متعة إطلاقا. منذ متى وأنت لم تخبرني بأنك تحبني؟ كم كنت تقولها لي كل صباح؟ أنت حتى لم تعانقني من فترة طويلة، وأنا آسفة لأنني أريد أن أقول لك أننا لا يمكننا أن نستمر معا للأبد. إلى اللقاء. على الرغم من أنها تحب زوجها، إلا أنها اضطرت لكي تقول ذلك لكي تعرف إذا كان زوجها يريدها أم لا. كانت الزوجة تعاني الكثير من الخوف والقلق، حيث كانت مختبئة تحت السرير لكي تراقب ردة فعل زوجها. وبعد عدة ساعات جاء زوجها من العمل كالمعتاد وهو متعب جدا، وعند دخوله للمنزل تفاجأ لأن كل شيء كان هادئا بالرغم من أنه لم يجد زوجته، وقد لاحظ حينها وجود رسالة، فبدأ بقراءتها بعناية وهدوء. وبعد قراءته للرسالة قام بالاتصال بزوجته وترك لها رسالة صوتية. قال لها: زوجتي العزيزة، والله إني أحبك، وعملي هو الذي أبعدني عنك، ولكن اليوم أنا أعدك بأنني سأبقى أحبك ولن أتخلى عنك أبدا، فأنت الإنسانة التي كتب أن أقضي معها كامل عمري. أنا قادم الآن إلى وطنك لأعيدك إلى منزلك. وعندما انتهى وأغلق الهاتف التفت فوجد زوجته قد خرجت من تحت السرير وعيناها مليئة بالدموع، وكانت مليئة بالحب والحنان. عرفت الزوجة أن زوجها يحبها، ولكن العمل أبعده قليلا. الحكمة من هذه القصة هي أن تحافظ كل زوجة على زوجها حتى وإن تغير عليها قليلا. شاركوا هذه القصة مع كل زوج وزوجة ومع كل معارفكم حتى تعم الفائدة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى لايك والاشتراك بالقناة، كما يمكنك تفعيل الجرس بجانب زر الاشتراك كي تكون أول من يتوصل بجديد الفيديوهات.